حسين بن عقبه قدير حسين طوال بن فريحه نتواجد هنا على مستوى خلية الأزمة المنصبة على مستوى البناية التحكم عين البيضاء. دونك هذه الخلية اللي راهي تتابع منذ بداية الأشغال اللي جريناها على مستوى المقطع، دونك التطورات التزويد بالمياه صالحة للشرب. دونك عند الانتهاء الأمس يعني بدينا بشرنا عملية ملء القنوات الرئيسية والخزانات، والتوزيع استؤنف تدريجيا على مستوى الولاية. دونك كنتوا تلاحظوا معنا هنايا في مع الزملاء نراقبوا كل الخزانات الرئيسية، كل يعني لي كولوار البليز امبورتون واللي تضروا اثناء هذه الأشغال. دونك نقدروا نقولوا باللي في الوقت الحالي اللي رانا فيه رانا حوالي 85% تاع المناطق اللي كانت متضرره راه تم التزويد. يبقى بعض المناطق منا على بعض الساعات يعني تدخل في النظام العادي، في التموين العادي. دونك المشروع هذا المشروع الاشغال اللي جرات اشغال ازدواجيه قناه الماو، دونك هذا باش تكون الولايه وهران معسكر مؤمنه بتزويد المياه الصالحه للشرب. دونك الخليه هذه راهي تشتغل من اليوم حتى نهايه الالعاب، يعني راح تتابع عن كتب وتابع لحظه بلحظه تطورات تاع التوزيع على مستوى ولايه وهران، وعندها عين خاصه على المناطق التي تحتضن فيها المنافسات العاب البحر الابيض المتوسط. جيت حنايا في فتره الاشغال يعني نقصنا حتى 350,000، اليوم في الوقت اللي رانا نتكلم فيه رانا مستوى انتاج 550,000 متر مكعب، وراح نطلعوا حتى 600,000 متر مكعب، يعني باش تكون هنا تلبيه حاجيات لكل الساكنه. ما ننساوش باللي هذه الايامات الولايه تعرف اقبال كبير سواء من ناحيه يعني السائحين ولا حتى من ناحيه الوفود اللي بدات تدخل ولايه وهران، يعني ترقبا لانطلاق يوم 25 لفعاليه الالعاب البحر المتوسط. دونك حنايا الكميه المنتجه راهي مرشحه للارتفاع حتى 600,000 متر مكعب، وكل الوسائل مجنده، وسائل ماديه بشريه، الاليات يعني التكنولوجيه، ان ديسبوزيتيف دو سيترناج دو داسترانت يعني فرق مناوبه طيله هذه الفتره من الان حتى انتهاء من هذه المنافسه ان شاء الله. ونستسمحوهم على ساكنه ولايه وهران ومعسكره على هذا الانقطاع اللي كان خارج عن نطاقنا وكان لزم علينا نجروا هذا المشروع تاع التامين. ان شاء الله الهدف تاعنا اليوم نهايه اليوم ان شاء الله الامور تدخل نصابها ونكونوا وزننا بين النظام الشرق، خاطر تجر اشاره باللي ما من الناحيه الغربيه في هذه اليومين دعمنا من فوهه تزيوا، دونك الكراتير تزيوا جبنا معاه قرابه 50,000 بعد الموافقه تاع السيد الوزير. دونك عطانا 50,000 متر مكعب يوم دعمنا به التزويد من الناحيه الغربيه باش يكون هناك توازن بين الشرق والغرب وتدخل الامور كلها في نطاقها باذن الله.